تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باستمرار متابعة تطبيق القوانين التي تعزز من تنظيم مساكن العمال بما يحفظ سلامة كافة أفراد المجتمع. كثفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة أعمال التفتيش على تلك المساكن بهدف تخفيف كثافة العددية والتحقق من توافر المساحة المقررة لكل عامل بهذه المساكن. وقد أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون البناء من جانب وزارة الداخلية، مثمنا توجيهات معالي وزير الداخلية ودعمه لهذه الجهود التي تسهم في تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. كما شدد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية تطبيق أصحاب العمل والعمال للإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية، بما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد والعاملين في بيئة وأماكن العمل وكذلك مساكن العمال من المخاطر وتفادي الإصابة بفيروس كورونا. وعرب حميدان عن تقديره للحس الوطني العالي الذي يتمتع به أصحاب العمل وما يبدونه من تعاون وتنسيق مع الوزارة والجهات الرسمية المعنية في إطار الجهود الوطنية لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي، مثمنا جهود محافظ العاصمة والتي أسهمت في التزام 283 منشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الاكتظاظ في مساكن العمال لديها، والعمل على نقل أكثر من 15,000 عامل لمساكن أخرى، مبينا ما لهذه الإجراءات من أهمية كبرى وانعكاسات واسعة على السلامة والصحة العامة للمجتمع، ويعزز الجهود الرسمية المتخذة للتصدي لهذه الجائحة على المستوى الوطني.